عينة من شريحة اجتماعية في لبنان تثير قلق وزير الخارجية جبران باسيل. أمهات لبنانيات متأهلات من أجانب لم يعد مطلبهن منح الجنسية لأطفالهن، بل مساواتهن بأخريات. فباسيل وعد بالتقدم بمشروع قانون يعطي المرأة اللبنانية حق منح جنسيتها لأبنائها طالما ليست متزوجة بسوري أو فلسطيني. المبادرة اللي تقدم فيها الوزير جبران باسيل فرحنا فيها بالبداية، وقت تعمقنا وشفنا انه في مادة رابعة بتميز بين ابناء الام اللبنانية وبتميز بين المرأة والمرأة. كيف نحن كنا رافضين التمييز بين الرجل والمرأة، رح نقبل بين التمييز بين المرأة والمرأة. وبدي اقول له لمعالي الوزير، انا عندي سؤال خاص له، هل القانون يتجزأ؟ بس هيدا هو السؤال اللي بتوجه له. لم يعد النضال لإقرار قانون منح الأم جنسيتها مقتصرا على جهود الأمهات. في الاعتصام ارتفعت أصوات المتضررين من الواقع القائم الذي تفاقم مأساويته إجراءات وتدابير قانونية تحد من قدرة الفلسطينيين والسوريين على الحياة والعمل والاستقرار. زوجي خلقان هون، أبوه خلقان هون، عيلتنا كلها هون، عيلة زوجي. لا ما حرام هيك، ما حرام منه ظلم، هيدا ظلم. الإقامة للأولاد على طول بتعذب فيها مجاملة، يا سنة يا ثلاث سنين، وأنا كمان كل ثلاث سنين بدي روح أعمل إقامة لأنه أمي لبنانية. لا توجد أرقام رسمية دقيقة تحدد عدد الفلسطينيين والسوريين المولودين من أمهات لبنانيات، وتستخدم بعض الأحزاب اللبنانية هذه القضية لتعيد إلى الأذهان فزاعة توطين اللاجئين. ليس هناك من يعارض رسميا وعلنا حق الأم اللبنانية منح جنسيتها لأطفالها، لكن بين الكلام والممارسة هو تحكمها مصالح سياسية وهواجس ديموغرافية وأحكام تستند إلى الطائفية التي تتحكم في البلاد منذ استقلالها قبل 3/4 قرن. دارين حلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.